الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية. اليوم انطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ تنفيذا لقرار الرئيس السيسي بدعوة المجلس للانعقاد. وواشنطن تدين الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وتؤكد أن الميليشيات تقوض استقرار العراق. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم ونستهلها من رئاسة الجمهورية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محاولات النيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المساحة لانتشار خطر الإرهاب وتفشي الفكر المتطرف. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية إسبانيا. من ناحية أخرى، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والسيد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، مؤكدا سيادته تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات، خاصة الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة. من جانبها، نقلت وزيرة خارجية إسبانيا تحيات العاهل الإسباني ورئيس الوزراء إلى السيد الرئيس، معربة عن تقدير بلادها لمصر قيادة وشعبا، ومشيرة إلى عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، مع الحرص على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر في ضوء دورها المحوري والمتزن في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها الفاعلة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. واستضافت مصر لعدد كبير من اللاجئين من مختلف الدول ورعايتها الكاملة لهم، كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة. كما أشادت الوزيرة الإسبانية بالإدارة المصرية لأزمة كورونا على كافة المستويات. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا، في حين أكد السيد الرئيس أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصر خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية. الاجتماع تناول استعراض مخطط إعادة تأهيل وتطوير منشآت وزارة الداخلية، وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية ومراعاة تكاملها مع المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وعلى نحو يعزز من الوجود الأمني والشرطي بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، وعلى أن تكون تلك المنشآت بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة، بما يساهم في دمج مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مجمعات واحدة.
وقد عرض السيد محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الإطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير وإعادة توزيع منشآتها خارج التكتلات السكانية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وعلى نحو يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة ويطور من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك يضمن كفاءة تأمينها وحوكمة إدارتها. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وجاءت قائمة أسماء المعينين وفقا لقانون مجلس الشيوخ الذي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، لتعبر عن التنوع في اختيار الشخصيات لتشمل كافة التخصصات والمجالات المختلفة، الأمر الذي يجعل المجلس الجديد أو المجلس الجديد معبرا عن كافة الأطياف السياسية وكافة أطياف وفئات المجتمع.
من جانبه تقدم حزب النور بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، وذلك على اختيار المهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركي كممثلين لحزب النور في مجلس الشيوخ في المئة المعينين. هذا وتنطلق اليوم أولى جلسات مجلس الشيوخ تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، وتنعقد الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا، وتشهد حلف اليمين لأعضاء المجلس إضافة إلى اختيار الرئيس ووكيلي المجلس على أن يرفع المجلس لمدة 40 يوما لحين صدور اللائحة التنفيذية. وتشهد الجلسة أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب لحين صياغة اللائحة الجديدة. أكد المستشار محمود إسماعيل عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ أن الدستور اختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بدعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والحريات العامة. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أشار عثمان إلى وجود مشاركة كبيرة للمرأة في المجلس إلى جانب مشاركة جميع الأطياف السياسية. مجلس الشيوخ الدستور اختصه بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والمقاومات الأساسية للمجتمع، هي المقاومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالات، بالإضافة إلى ما اختصه في المادة 249 من الدستور بإبداء الرأي في تعديل مادة أو أكثر من الدستور. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي. كما أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوفها مع فرنسا في ذلك الظرف الأليم وتضامن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها، مقدمة خالصة تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسيين. أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم التوقيع اليوم على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية مع البحرين، وذلك في العاصمة المنامة. ومن المقرر أن يغادر وفد أمريكي إسرائيلي إلى مملكة البحرين في رحلة مباشرة لعقد مباحثات مع المسؤولين في البحرين حول العلاقات الدبلوماسية والمجالات الأخرى. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة التنسيق بينهما بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين مع بن سلمان. وقال الكرملين أن الطرفين تبادلا خلال الاتصال آرائهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار أوبك بلس، مضيفا أن الاتصال تناول أيضا التعاون بين الجانبين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، خاصة فرص استخدام لقاح سبوتنيك الروسي المضاد للوباء في المملكة العربية السعودية.
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل عناصر من قوات الحشد الشعبي والمدعومة من إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الميليشيات التي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية تعمل على تأجيج التوترات العرقية والطائفية وتقويض الديمقراطية. وحثت جميع الأطراف العراقية على التصرف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق بالفعل مع جائحة وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر لداعش. وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة إلى الخرطوم، وستبدأ المدعية العامة اليوم مباحثات تستمر 3 أيام مع المسؤولين السودانيين لتسليم المتهمين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. ولا تزال قضية تسليم البشير ومساعديه إلى المحاكمة محل نقاش في السودان رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوطه، ورغم مثوله أمام القضاء السوداني. اتهمت أرمينيا السلطات في أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها قبل ساعات في إقليم ناغورنو كاراباخ. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن الجيش الأذري أطلق قذائف مدفعية وصواريخ على المحورين الشمالي والجنوبي. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من انهيار هدنة بوساطة روسية فور دخولها حيز التنفيذ، والتي يتبادل الجانبان اللوم في خرقها. قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الانتخابات المقبلة ستحدد مستقبل العديد من الأشياء في الولايات المتحدة، أبرزها الاقتصاد والديمقراطية. وكتب على تويتر أن الانتخابات المقبلة ستحدد التزام أمريكا بالعدالة بين سكانها ومستقبل ديمقراطيتها، إضافة إلى الكثير. ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بموسم الظلام، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، محذرا من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا. من جانبه جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على الاتفاق النووي الإيراني التي أبرمته إدارة أوباما، ووصفه في مؤتمر انتخابي بأنه كارثي. وقال ترامب في ولاية ميشيغان أن إدارة أوباما ارتكبت خطأ كبيرا حينما سمحت لإيران بالحصول على أموال طائلة دون مقابل، مشيرا إلى أنه أو إلى أن واشنطن انسحبت من الاتفاق بسبب تمسك النظام الإيراني بطموح النووي ونشره للإرهاب حول العالم. We're supposed to be way behind, you know, for the first few days. So it just came out. We're leading. أعلنت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع تلقائيا اعتبارا من اليوم بموجب قرار مجلس الأمن والاتفاق حول برنامج طهران النووي. وجاء في البيان الذي نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تويتر أنه اعتبارا ما اليوم فإن كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها وبقية العقوبات الأخرى تم إنهاؤها بشكل تلقائي. أعلنت وزارة الصحة خروج 68 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98157 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة للفيروس فضلا عن 10 حالات وفاة.
وبذلك يبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا هو 105297 حالة و6109 حالات وفاة. بدأت وزارة الحج والعمرة في السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وشرعت الوزارة في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة على أن تستقبل المصلين بدءا من اليوم للمرة الأولى منذ 7 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، فستشهد المرحلة الثانية أعدادا تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى. الآن إلى أخبار الرياضة. فاز الأهلي على مضيفه الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما باستاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وبذلك الفوز يقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي إفريقيا. وتقام مباراة العودة بين بطلي مصر والمغرب على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل. هذا ويواجه الزمالك اليوم في المغرب الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. من جديد يستقبل الملعب محمد الخامس بالمغرب مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الزمالك والرجاء الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الزمالك نجح في الوصول إلى نصف النهائي عقب تغلبه على الترجي التونسي ب3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، بينما وصل الرجاء الرياضي إلى الدور ذاته بفوز على مازيمبي الكونغولي ب2 هدف في مجموع اللقاءين الذهاب والإياب. الزمالك الذي يقدم مستوى جيدا تحت قيادة المدير الفني الجديد باتشيكو يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة في 24 أكتوبر الجاري. وفي المقابل يسعى الرجاء الرياضي المتوج مؤخرا بلقب الدوري المغربي بعد غياب دام ما يقارب 7 سنوات، يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار لتأمين نفسه قبل لقاء الإياب في مصر. الفريق المغربي يعلم قوة الزمالك، لذا سيدخل اللقاء بكل ثقله ليتمكن من الاقتراب من لقب دوري الأبطال للمرة 4 في تاريخه، حيث يغيب عن منصة التتويج منذ عام 99. وفي المقابل سيكون الزمالك متحمسا للوصول إلى الكأس السادس له في دور الأبطال ليكلل جهوده التي بذلها طيلة الموسم ولاعتلاء عرش الكرة الأفريقية. توج علي فرج بلقب بطولة مصر الدولية للسكواش بعد فوزه على منافسه طارق مؤمن في المباراة النهائية ب3 أشواط مقابل لا شيء، فيما حصلت نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات بعد تغلبها على نوران جوهر بنفس النتيجة. من جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة وتحقيق أعلى درجات النجاح، موضحا أن استضافة البطولات الدولية الكبرى يكون له المردود والأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي وعلى تنشيط السياحة. تحت سفح أهرامات الجيزة اختتمت فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة للسكواش، والتي حسمها في الرجال علي فرج المصنف الأول عالميا على حساب منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا،
وفي السيدات حسمت لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا على حساب منافستها الأولى عالميا نوران جوهر. أكيد السنة دي الموضوع أصعب كتير، إن أصلا يعني بلاد كلها يعني بتعاني إن هي تعمل بطولة، بس إحنا في مصر عملنا بطولة وبطولة كبيرة ما بتقلش عن أي بطولة بتتعمل كل سنة فيها جمهور، مش أي بلد عرفت إن هي تعمل يجي جمهور ويتفرج، ويبقى عندنا بطولة تتحط قدام الأهرامات، دي برضو مش حاجة سهلة. ده حلم ان احنا نلعب قدام الاهرامات. من انا عندي 6 سنين كنت باجي هنا اتفرج، فان انا اجي العب في يوم من الايام وكمان احصل على البطوله احساس غير عادي. البطوله واحده من اكبر 8 بطولات بلاتينيه عالميه، وجاءت تحت رعايه وزارتي الشباب والرياضه والسياحه والاثار بمشاركه 96 لاعب سكواش في العالم من الرجال والسيدات من 19 دوله مختلفه. انا بشكر كل يعني نظموا هذا الايفنت، وظهورنا على المستوى العالمي، الدنيا كلها بتشوف مصر زي ما شفنا بطولة العالم لكرة اليد، وأيضا تنسيقا مع الدكتور خالد في الحقيقة على سفح الهرم. احنا المكان ده الوحيد في العالم اللي نلاقيه بالشكل ده، والإضاءة والهرم وكمان المستوى العالي لبناتنا، وهنشوف مستوى عالي كمان لأولادنا في النهائي. فيعني متشكرين، وقبل وبعد بنشكر الإعلام ودفع القوية للرياضة المصرية من خلال القيادة السياسية وأيضا الحكومة المصرية. أعظم صورة في الدنيا كلها لأي بطولة في العالم إنها تعمل على سفح الهرم، العجيبة الوحيدة الموجودة من عجائب الدنيا السبعة القديمة. أنا بقالي عدة سنوات بنوافق على استضافة البطولة عندنا في الهرم، ومش دي بس، يمكن زي معالي الوزير دكتور أشرف ما قال بطولة الهاندبول كانت عندنا، القرعة بتاعت بطولة أفريقيا كانت عندنا، أي مكان فيه بطولات دولية إحنا بنفتح الآثار كلها ليهم مجانا. ده ترويج رائع للآثار المصرية، ترويج رائع للسياحة المصرية. كان لينا بعض الاشتراطات السنة دي بس في الأعداد والإجراءات الاحترازية والجميع التزم بيها، والبطولة الحمد لله خرجت بشكل كويس. وتعتبر جوائز البطولة التي شهدت سيطرة مصرية خالصة من الرجال والسيدات من الدور ربع النهائي هي الأكبر في بطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور جائحة فيروس كورونا. ومن هذه المنطقة أهرامات الجيزة التي أصبحت مرادفا للإسكواش في السنوات القليلة الماضية، يتم تسليط الضوء على مكانة مصر الرائدة في ساحة الإسكواش العالمية وجاذبيتها كواحدة من أعظم الوجهات السياحية في العالم. بالانتصارات الرياضية المصرية في كرة القدم والإسكواش نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية جولة السابعة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء.